الكواليس. خير، مرحبا بكم معنا. من هنا سيكون حديث ندعوكم الليرة في دوري روشن. على الجميع أن ينتظر هذه الفان توني سحر آخر كبيرة في هذه المباراة من جانب المجانين. كرة جميلة خطيرة في الجهة اليمنى، رياض يحاول أن يمر، رياض يبحث عن التمريرة، جابري ميغا توني كنترول رياض اللي كان في مستوى ساحر. رياض لم يسجل حتى الآن في الدوري، تدخل هنا إلى رياض في وسط كورته أمام علي البليهي. رياض محرز من الأسمري، جميلة للأهلي على الجهة اليمنى، خطيرة وكوبري ميغا مر وميغا. الله 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 الله، مارواك بداية جميلة يا علي. جابري ميغا الهدف الأول في القمة. جابري ميغا، جابري ميغا باتجاه رياض في المساحة. رياض يحاول في هذه الأثناء، جميلة على اليسار خطيرة، لكن الدفاع تدخل للغاية من الساحل. رياض التفوق لمصعد النادي الأهلي بكرة عرضية خطيرة، لكن توني حطها باتجاه رياض، لكن ضاعت. هجمة بعد أخرى على الأهلي وبحث للنادي الأهلي. رياض حط كرة عرضية، كرة إلى الأمام، لودي بقي مكانه في كيسيب. إنه رياض محرز يبحث عن الحل، فيجا يبحث عن العودة بعد ذلك إلى رياض محرز. الثقة التي يحتاجها الأهلاويون حصل تدخل لا شيء في قرار الحكم، ثم تعود بعد ذلك لمصاتي. رياض محرز على حدود منطقة الجزاء، عدى من الأول، حط كرة باتجاه جابري فيجا. محرز للبحث عاد الأهلي. 22 دقيقة مرة أخرى، رياض يعود بالكرة، تعود مرة أخرى، مرتدة سريعة أهلاوية. رياض محرز يبحث عن اللمسة على التمريرة. الهلاليين في لقطة أخرى بكرة أخرى. رياض حب العبيد المتقدم إلى الأمام. رياض مرة أخرى هنا بعد ذلك عودة فريقهم، وقد مر محرز على تنفيذ ركنية خطيرة أهلاوية. جابري ميغا، جابري ميغا إلى رياض محرز، البحث عن التمرير رائع مع منتخب بلاد ايفان توني. رياض محرز مستتي لسالم الدوسري، تدخل كان واضح. مساحة جميلة من جانب توني، مرتدة أهلاوية سريعة. رياض خطير، محرز يبحث عن اللمسة، لكن كوليبالي هي كسما الفوز ولا شيء غيره. طويلة الكرة، تركيز عالي، وفي الكرة لمساحة رياض. لمن لمن لمن؟ إيبانيز، إيبانيز مرة أخرى عن طريق مالكوم. لودي لكنها ضاعت، مرتدة سريعة أهلاوية يقودها رياض. ضغط هلالي هايل، المرتدات في الجهة اليمنى لمجرشي. مجرشي حلوة التمريرة للساحر محرز. رياض، رياض يحاول بكرة، لودي بالقدم اليسرى عرضية، فرصة بالراس، وهذا التعادل، هذا التعادل يا هلال يا هلال يا هلال. المدمر مترو مباراة الأهلي، سيندفع بأك. تخرج الآلاف من المشجعين العاشقين ملوك المدركيز، أقرب للودي لكنها خاطئة إلى رياض. كرة أمامية باتجاه توني الهجومية. لياو الخيار القادم في قائمة يايسري. الكرة من جانب محرز طويلة أمامية، راسية من جانب ديميرال. مين يخلصها؟ مين يخلصها؟ مين يخلصها؟ يا شوية حظ يا أهلي، شوية حظ يا أهلي. يا لها من لقطة، يا لها من فرصة، يا لها. وحي الجماهير بعد ذلك بالنسبة لمالكوم. رياض محرز بينية باتجاه فيرمينو، عودة بعد ذلك لرياض. كم بقي من الوقت؟ دقيقتين أخير بعد مباراة كبيرة يا رياض. محرز طويلة أمامية، لودي تغطية، خلص الكرة. رياض يا رياض، يسرى من جانب رياض، طويلة وخطيرة، والرئيس بكورة وثانية. مين ينشدون استمرار الصدارة؟ استمرار الكرة بعيد عن الكل، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى.